قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثات بينهما في العاصمة الفرنسية باريس إن واشنطن لن تنسحب بعيدا عن الأزمة التي تواجهها أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا. وأعلن بايدن عن مساعدات جديدة بقيمة تصل إلى 225 مليون دولار لأوكرانيا خلال محادثات باريس. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن حزمة المساعدات قد تشمل القذائف لراجمات الصواريخ هيمرس وصواريخ لأنظمة هوك للدفاع الجوي وأنظمة ستينجر الصاروخية المضادة للجو وأنظمة جافلين المضادة للدبابات وعربات مدرعة وزوارق ومتفجرات وغير ذلك من المعدات والذخيرة.